الفنان محمد رمضان يثير الجدل بعد تعليقه على أخوه هو ماسك الفلوس. نزل الفنان محمد رمضان صورة ليه هو أخوه محمود، وكان واضح في الصورة إن أخوه محمود بيعد فلوس وتحديدا دولارات. فعلق الفنان محمد رمضان على الصورة وكتب: هواية أخويا المفضلة عد الدولارات. وطبعا أغلب الناس بعد ما شافت الصور دي وتعليق محمد رمضان بدأت تهاجم طبعا الفنان محمد رمضان، إن هو دايما كل فترة كده بيحاول يستفز الناس بطريقته أو بتعليقه، إذا كان هو معاه فلوس أو بيتباهى بالحاجات اللي معاه. في ناس كتير طبعا هاجمت محمد رمضان وكتبوا له: الناس مش لاقية تاكل وانت طالع تعد دولارات، ارحمنا شوية وحافظ على مشاعر الناس. دي كانت تعليقات بعض الناس على الفنان محمد رمضان وعلى اللي عمله. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.